الشباب الطيبة شلونكم؟ طبعا هذا الكناري من تبزيري 2022، هذا ابن العمدة، طبعا الكل يعرفه ابو راس المربع الموجود عندي، هذا ابنه، ولحد الان بتشوفون راسه، يعني ماكو داعي احكي، بتشوفون راسه، يعني عمره هذا 3 شهور. هذا تفقيسه مالته كانت شهر 12 2022، يعني لحد الان ما معروف فحل لون فيه، بس مبين مثل ما دا اشوفه مبين فحل. طبعا هذا راسه راح يكبر بعد اكبر، وجسمه راح يكبر مثل ما دا تشوفون. الطير خايف كلش، يعني هذا اول مرة اخليه بقفص، اول مرة الزمه بيدي، منفقس لحد الان. طبعا لازمه بيدي قبل من كان عمره 4 ايام، من خليت له الحلقة برجله، ومثل ما دا تشوفون لونه صافي 100%، والانرجي مالته يعني توب. طبعا اللي يتعب يلعب بالاخير، شوف يعني تعب عليهم هواية، ومثل ما ذاكر اني دائما ما منطي لا ادوية ولا فيتامينات ولا كالسيوم ولا بطيخ، انطي فواكه وخضروات واكلهم الطبيعي، واخلي طيور تسبح مرة او مرتين بالاسبوع، انطيهم مي وعسل، انطيهم خل بالمي خفيف او حامض بالمي، انطيهم ثوم بالمي، كل شيء يعني طبيعي. يعني دا تشوف الطير 100% كواليتي، يعني ماكو شيء غلط بهذا الطير، يعني ما يتعيب هذا الطير مستحيل. اللي يفتهم بالكناري هذا الطير عمره 3 شهور مستحيل يتعيب اذا كان فحل او نثية. اللي يفتهم بالكناري واللي يعرف الكناريات، طبعا تحياتي للجميع، اخوكم الجناي روني أدوارد.